أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا المساء لمناقشة أبرز ملفين على الصعيد الدولي. إلى العناوين: بعد أقل من أسبوع من دخول جو بايدن البيت الأبيض، روسيا وإيران تدعوان الولايات المتحدة إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني. بالتزامن مع الاحتجاجات حول مبنى البرلمان، البشيشي يقترح تعديلا وزاريا على البرلمان التونسي للمصادقة، ورئيس البلاد يتهمه بتجاوز الدستور. أهلا مجددا. بعد أقل من أسبوع على أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن الولاء الرئاسي، وفي إطار تنسيق المواقف استعدادا للتعامل مع إدارة الأمريكية الجديدة، دعت كل من روسيا وإيران الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة إلى إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، وخلال استضافته لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اعتبر هذا الاتفاق أكثر القضايا الملحة، مشيرا إلى أن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ضرورية لاحترام إيران والتزاماتها، في إطار داعية مع طهران الرجوع إلى تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني بشكل تام وكامل. بالمقابل أشار ظريف إلى أن انسحاب واشنطن من الاتفاق دفع دولا أخرى لعدم احترامه، مشددا على أن الولايات المتحدة لم تلتزم بالاتفاق حتى في عهد باراك أوباما. الوزير الإيراني شكر موسكو على جهودها لإنقاذ الاتفاق، داعيا إياها الحفاظ على وحدة الموقف مع طهران. كما وبحث الاجتماع جملة من القضايا ومن بينها الملف السوري والتهدئة في جنوب القوقاز وأفغانستان. إذن هل روسيا وطهران قادرتان على ممارسة الضغط من أجل العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني؟ وإلى أي مدى يمكن لطهران وموسكو توحيد موقفهما في مواجهة إدارة بايدن؟ كل هذا وأكثر سنناقشه مع ضيوفنا الكرام، ولكن بعد هذا التقرير. بين غرف التهديد والتبرئة والاستشهاد ببعض التصريحات الدولية ورفض بعضها، يتردد شعار إنقاذ الاتفاق النووي مع ترقب لإيضاح ملامح مستقبلها. عودة محمودة تريدها إيران من الولايات المتحدة، هو ما أكده وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الروسي سيرجي لافروف في لقاء ما في العاصمة موسكو، معتبرين الاتفاق مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة. نأمل أن تسفر الجهود التي تبذل الآن عن نتائج تجعل من الممكن الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة، وأن تعود الولايات المتحدة للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن المذكور، وهذا سيخلق ظروفا للامتثال لجميع متطلبات الاتفاق النووي مع جمهورية إيران الإسلامية. إشارة من الرئيس الأمريكي جو بايدن هو ما تنتظره إيران في الوقت الذي تبدو فيه الاستراتيجية المتبعة أمريكيا أقرب لاستراتيجية يصفها مراقبون بخسارة للوقت، خسارة ستعمق السد بين واشنطن وطهران مع اقتراب الانتخابات الإيرانية من جهة، واقتراب انتهاء المهلة الزمنية لأطراف الاتفاق حسب قرارات البرلمان الإيراني من جهة أخرى. هي نافذة فرص محدودة قد منحتها إيران للدول الأعضاء في الاتفاق، هذا ما أكده المتحدث باسم الحكومة الإيرانية مهددا بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي الخاص بمراقبة وكالة الطاقة الذرية للأنشطة النووية الإيرانية في شهر فبراير إذا لم تلتزم أطراف الاتفاق النووي بتعهداتها وفقا للقانون البرلماني الجديد. ولنقاش هذا الملف ينضم إلينا من موسكو السيد يفغاني سيديروف، محلل سياسي. أهلا بك سيد يفغاني. ومعنا أيضا من نيويورك دكتور نصير العمري المحلل السياسي. أهلا بك دكتور نصير. ومعنا أيضا في الاستوديو دكتور حسن مرهج، محلل سياسي ومختص في شؤون الشرق الأوسط. وأبدأ هذا النقاش معك دكتور حسن. إذا ظريف يستهل جولته إلى دول عدة في موسكو، لما هذا الخيار يقع على موسكو بداية من أجل إنقاذ ما يعني كما سموه إنقاذ الملف أو إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني؟ لماذا اختارت طهران موسكو في هذه الحملة الضغط على الإدارة الجديدة الأمريكية؟
يعني أنا باعتقادي نستطيع أن نتحدث في هذه الزيارة عن ثلاث مجالات هامة جدا، والمجال الأول منه هو أنه بالآونة الأخيرة كان الحديث كثيرا عن الخلاف الروسي الإيراني وخاصة في الملف السوري، وانشغال أو ليشغل بعض الأعلام والمحللين المغرضين في هذا الشأن، وبالتالي هذه الزيارة تدل على التحالف القوي المتواجد بين روسيا وإيران، والتنسيق ما يستهل هذا التنسيق بين روسيا وإيران في الملف النووي وفي ملفات أخرى إقليمية في المنطقة، وخاصة إذا نظرنا إلى زيارة الظريف أو بداية بموسكو وهناك يتم التنسيق السياسي والاقتصادي، وخاصة يعني بمواجهة إدارة بايدن، ونحن نعرف أنه موسكو هي حليفة لإيران وتدعمها في الملف النووي. وثانيا هناك زيارات إلى أذربيجان وأرمينيا وتركيا حتى، هذا يدل على الاستراتيجية الإيرانية المقبلة، وهي إحلال السلام في المنطقة وعدم وخاصة في منطقة القوقاز وإنهاء التوتر المتواجد في تلك المنطقة. نعم سيد يفغاني، إلى أي مدى ستستفيد عمليا روسيا من عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران مع طهران، وهل ستسعى موسكو لتعزيز التنسيق مع طهران استعدادا لربما لمواجهة إدارة بايدن التي تعتبر إدارة أكثر صرامة في التعامل مع روسيا؟ نعم مساء الخير لك وللسادة المشاهدين والضيفيك الكريمين. أعتقد بأن روسيا ستستفيد من العودة المحتملة للولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، من حيث أنها أي روسيا تسعى دائما إلى الاستقرار في المنطقة، يعني أي تصعيد محتمل في هذا المجال يعقد خطط روسيا في المنطقة، وهذا ما يمكن أن ينعكس سلبا برأي روسيا طبعا على الأوضاع في سوريا، حيث أن روسيا مهتمة وحريصة على إطلاق عملية سياسية بأسرع وقت ممكن وعلى أجزاء أخرى من المنطقة. وبالتالي الملف الإيراني ليس المهم بحد ذاته، أي بالنسبة لإيران مثلا كطرف أو بالنسبة لطرف آخر، بالنسبة لروسيا، بالنسبة للولايات المتحدة، بالنسبة لإسرائيل، وإنما للأجواء العامة يمكن أن تصود المنطقة قريبا، فيما إذا لم تمنى كل هذه الجهود أو لم تتكلل هذه الجهود. سيد إفغاني اسمح لي بالنجاح. نعم، هل ربما سيكون هنالك نوع من المقايضة ما بين موسكو وطهران بما يتعلق بمساعدة الأولى موسكو في عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وبالمقابل ربما إيران تساهم في ملف سوريا لصالح روسيا؟ أنا أعتقد بأن إمكانيات موسكو هنا لا يمكن تصويرها بأنها كبيرة جدا ولا محدودة، لأن الأمور الكثيرة مرهونة بالولايات المتحدة. الولايات المتحدة كما يبدو الآن تعول على الدول الأوروبية كما قيل في بعض الأنباء، على الوسطاء الأوروبيين في إجراء حوار مباشر مع إيران، ولكن واضح تماما أن هذا الحوار المباشر حتى إذا تحول من حوار وهمي إلى حوار حقيقي فهو سيأتي بنتائج مرجوة بالنسبة لكل الأطراف، لأنه واضح تماما أن الولايات المتحدة ستطرح على إيران بعض الشروط التي تعتبرها طهران غير مقبولة، وبالتالي يعني هذا الحوار سوف ينتهي قبل أن يبدأ ويتحول إلى مفاوضات جادة. نعم دكتور نصير، إذا طهران موسكو بكين ووكالة الطاقة الذرية يعني والمجتمع الدولي كلهم يدعون عمليا الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، يعني وبعد تولي جو بايدن الرئاسة في البيت الأبيض ويعني مباشرة الإدارة الأمريكية بالعمل، تم الحديث عن الملف النووي مع الحلفاء الأوروبيين، وإلى اليوم لم نشهد هذه النتيجة الملموسة، ما السبب بهذا التأخر؟ سببه أن إيران قالت بأنها في الحقيقة
لا تريد أن تفصل يعني بين تريد أن تفصل بين الملف النووي الإيراني وبين تدخلها في العراق وتدخلها في سوريا ولبنان واليمن. هي تريد رفع المساعدات بشكل فوري، تريد عودة الولايات المتحدة دون شرط أو قيد، وكأنها تريد أن تقول نوقف برنامجنا النووي ولكن اتركوا لنا العالم العربي لنحتله ويعني نهيمن عليه، وهذا غير مقبول أمريكيا. السيد بايدن وضع الشروط وكان واضحا وقال بأن برنامج إيران الصاروخي هو على طاولة المفاوضات واحتلالها لأربع دول العربية هو في على طاولة المفاوضات، وقال أيضا بأن تهديد إسرائيل هذا مرفوض. ويعني أظن بأن الأمور تعود لإيران وليس للولايات المتحدة. وضيفكم السيد سيدروف يعني يصور روسيا على أنها إلى جانب إيران، لا، هي يعني روسيا وافقت على قصف إسرائيل لمئات المواقع الإيرانية في سوريا. فنعم هناك مصلحة روسية أن تخرج إيران من سوريا، لأن روسيا هي أفضل صديق لإسرائيل في المنطقة في الحقيقة. هذا من جهة. من جهة أخرى يعني القول بأنه الأوروبيين يعني تعول على الأوروبيين، الأوروبيون قالوا بأنهم يريدون لإيران أن تتوقف عن الأنشطة النووية ويريدون لها أن تتوقف عن التدخل في العالم العربي وتهديد الدول العربية واحتلالها، وهذا أيضا كان واضحا. إذن إيران عادت إلى نقطة الصفر، والسيد بايدن سيطلب منهم الشروط التي طلبها السيد ترامب تقريبا بشكل حرفي. نعم دكتور حسن، إذن يعني إيران تسعى إلى عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، ولكن بالمقابل عمليا هنالك أيضا مخططات أخرى، كما يقال بأن إيران عمليا لم تلتزم بما يعرف بالتدخل بالدول الجارة أو الدول العربية، وإضافة إلى البرنامج الصاروخي الباليستيني. إذن وزير الخارجية الإيراني اليوم وجه أيضا رسالة عبر تصريحاته اليوم من موسكو إلى الإدارة الأمريكية الجديدة وإلى جو بايدن، قائلا بأن أمريكا خرجت من الاتفاق حتى في عهد باراك أوباما. عمليا عهد باراك أوباما كان في حين جو بايدن الرئيس الحالي نائبا للرئيس باراك أوباما. طب إذا ما أرادت طهران التقدم والعودة إلى الاتفاق النووي، لما كل هذه التلميحات؟ يعني بداية لا علاقة، وعلى الإدارة الأمريكية أن لا تربط التدخل الإيراني بمطلب شرعي من الدول الحكومات المتواجدة في هذه الدول أن لا تتدخل أو تدعم هذه الدول، ولولا الدعم الإيراني لكان وضع المنطقة اليوم مع التكفيريين التي دعمتهم الولايات المتحدة الأمريكية وما زالت تدعمهم إلى اليوم، وأيضا نهب الثروات النفطية السورية على يد الأمريكي، يعني هذا مخالف لكل القوانين الدولية، وأمريكا لا تستطيع أن يعني تملي بشروطها. الإيرانيين وتحدثنا في ذلك سابقا لها شروطها الواضحة. إيران اليوم النووية باليستية هي من تضع الشروط للولايات المتحدة وليس في بالعكس، لأنه إيران هي لا تهرول إلى بايدن وتطلب يعني المعونة، ومن من من من, من راهن على أن إيران ضعيفة وهي بحاجة إلى رفع العقوبات، لا، هناك ملف نووي وهناك ملف باليستي. من خلال تصريحات الحكومة الإيرانية اليوم بأن لن يكون هنالك أي مفاوضات مع الإدارة الأمريكية إلا ما إذا تعاملت الإدارة الأمريكية مع القانون الدولي الذي بموجبه تزيل العقوبات الأمريكية عن إيران. نعم، إذن إيران مخنوقة نوعا ما. إيران ليست مخنوقة، ومن رهن على هذا الموضوع يستطيع أن يعني هذه الأمور باتت بالماضي. اليوم إيران هي نووية وباليستية، هي من تضع شروطها وشروطها واضحة للولايات المتحدة، العودة إلى الاتفاق، هي من خرجت منه، الاتفاق الذي اعترفت فيه الأمم المتحدة، وبعد هذه بعد عودتها ورفع العقوبات ليس فقط عن إيران بل عن سوريا أيضا العقوبات الاقتصادية، وبعد ذلك يفتح طاولة الحوار وبإمكانهم الحوار على أي ملفات أخرى، ولكن الملف النووي هو ملف تم الاتفاق عليه في عام 2015، وروسيا داعمة إلى إيران في هذا الملف النووي لا نقاش فيه، ووضعت اليوم السياسات والخطط لمواجهة الإدارة الأمريكية. هناك أيضا أمر هام جدا، وروسيا أيضا تشد على يد إيران، هناك تصريح للسيد ظريف اليوم بالمبادرة القطرية، المبادرة السلام، وهناك توجه إيران
الإيراني أيضا لهذا الموضوع. وأيضا المهم في هذه النقطة ما يعني الروسي والإيراني في هذا الملف تحديدا هو نزع أي انفجار ممكن أن يحصل في منطقة الخليج. وإذا تحدثنا أيضا على المحور أو المجال الثالث في هذا الموضوع وهو المجال الإسرائيلي الذي ذكره ضيفك من نيويورك، هذا يعني ملف هام جدا. إسرائيل تقوم بقصف إيران ومواقع إيرانية وسورية على الأراضي السورية، وهذا الوضع بات غير يحتمل غير من الإدارة الإيرانية والسورية أيضا. وهذا يخلط جميع الأوراق وما تسعى إليه روسيا في سوريا تحديدا. ولذلك أيضا روسيا توجه وليست نعم لها علاقات، ولكن لا تسمح لإسرائيل أن يعني تخربط جميع ما فعل أو ما تفعله وما تريد أن تحققه روسيا، وخاصة أن جنودها ومطاراتها الحربية متواجدة في سوريا وصواريخ أيضا متواجد هناك. ولنزع أي تواجه أي مواجهة بين إيران وإسرائيل أو سوريا وإسرائيل على الأراضي السورية، روسيا لا تريد أيضا هذا. وأعتقد أنه في المستقبل القريب سوف تتخذ إجراءات أخرى مع إسرائيل. نتوسع أكثر في هذا المحور، ولكن سيد يفغاني يعني قبل أيام عمليا الكرملين وجه برسالة إلى الإدارة الأمريكية وحتى عبر وسائل الإعلام عمليا بأن تفحص الإدارة الأمريكية مقترحات موسكو مقترحات الكرملين، وبعد أيام رأينا تصريح جو بايدن بالعودة إلى معاهدة ستارت، ومنذ قليل أجريا كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثة هاتفية لتمديد المعاهدة لخمسة سنوات. إذن سؤالي، ما هي السيناريوهات الأمريكية في الملف النووي الإيراني المتوقع من قبل موسكو؟ لما لا يكون هذا السيناريو متمثل أيضا في الملف النووي بين طهران وواشنطن؟ أنا أعتقد بأنه يمكن في حالة إذا ما توصل كل من موسكو وواشنطن إلى توافق بشأن تأديد معاهدة ستارت 3، فيمكنهما أيضا خطوة تالية، وهي الاتفاق على كيفية العودة إلى الاتفاق النووي التي خرجت منه إدارة بايدن في عام 2018، ربما مع بعض الإضافات والتعديلات، وكلها ربما قابلة للنقاش. والمهم أن تتوفر هناك إرادة سياسية من قبل الدول المعنية بذلك، وفي المقام الأول من قبل إيران. نحن طبعا لا نعرف كل تفاصيل الحديث الذي جرى اليوم والمباحثات الروسية الإيرانية بهذا الشأن، ولكن واضح تماما أن روسيا ربما حاولت أن تضغط على إيران لكي تخفف الأخيرة من مطالبها، أو ربما تعدلها وفقا لما ربما تصر عليه موسكو وبعض الأطراف الأخرى التي كما يعتقد يمكن أن تصل في نهاية المطاف إلى تفاهم ما حول مستقبل الاتفاق النووي الإيراني. لابد من أن تبدي إيران المزيد من المرونة في هذه الظروف الصعبة والمعقدة التي تمر بها المنطقة عموما، ويمر بها مستقبل الاتفاق النووي الإيراني والنووي الإيراني. أعتقد بأن دور موسكو هنا دور كبير، ويمكن لموسكو أيضا أن تجذب واشنطن للمشاركة في حلحلة هذا الملف وهذه الأزمة، وربما هذا سوف يكون منطلقا لخطوات أخرى روسية أمريكية مشتركة من شأنها أن تمهد لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي بشكل عام. طبعا كل هذا لا يزيل الخلافات القائمة بين موسكو وواشنطن، ولكن إذا نجحت في هذا الملف مثل ملف معاهدة ستارت 3، فهناك ربما آفاق واعدة لهذا الاتفاق ومستقبله. نعم دكتور نصير، إذن متحدثة البيت الأبيض جين بساكي قالت اليوم بأن الرئيس الأمريكي سيستشير أو سيتباحث مع الحلفاء الأوروبيين بما يتعلق بالملف النووي الإيراني، ولكن عند خروج واشنطن من هذا الاتفاق هي لم تستشر الحلفاء الأوروبيين، إذن لما عليها استشارتهم اليوم للعودة إليه؟ يعني كل هذا في الحقيقة يعني إخفاء لحقيقة واضحة، ومحاولة لإخفاء حقيقة واضحة، وهو أن أوروبا
وأمريكا متفقان بشكل تام فيما يتعلق بإيران. والسيد بايدن حتى أنه أظن بأنه سيستغل العقوبات التي وضعها ترامب على إيران من أجل أن يضغط على إيران لقبول اتفاقية جديدة. لا يوجد في الحقيقة فرق بين الموقف الأوروبي والأمريكي، بل أن الموقف الأوروبي أكثر تشددا. فهذا من جهة. من جهة أخرى أظن بأن السيد بايدن منفتح لأن يعطي إيران، لأن يبدأ بشكل تدريجي برفع العقوبات عن إيران. سمعنا اليوم يعني ضيفكم الكريم الدكتور حسن يقول بأن إيران لا تستجدي، سمعناها اليوم تستجدي الدواء يعني رفع العقوبات الأمريكية في الدواء عن يعني عن الشركات الأدوية. والولايات المتحدة أظن بأنها بشكل تدريجي ستظهر للقيادة في إيران بأنها يمكن أن ترفع عنهم العقوبات بشكل تدريجي. وسمعنا أيضا إيران تقول بأنها منفتحة لقبول للحوار مع دول الخليج، حتى أن هناك تسريبات تقول بأن إيران منفتحة لقبول إسرائيل في المنطقة. ولكن أظن بأن إيران الشيء الوحيد الذي لن تتخلى عنه هو هذا النفوذ في العالم العربي. هي فعلا تريد أن تبقى في العالم العربي، لأنه هذا هو الهدف الأخير لإيران، هو احتلال العالم العربي. وهم يعني يهددون إسرائيل ويهددون أمريكا، وهذه كلها شعارات كاذبة. 40 سنة وهم يقولون الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، دون والحصيلة من الموتى من أمريكا صفر. إذن دكتور نصير، كيف ترى عمليا زيارة ظريف إلى موسكو؟ هي زيارة الرابعة، ولكن يعني زيارة ظريف إلى موسكو في هذا التوقيت عمليا، والتحدث على أن هنالك اتفاق بما يتعلق بالملف السوري، وأنت تقول بأن إيران عمليا تدخل إلى الدول العربية، إذن كيف تتفق هاتان الدولتان من وجهة نظرك؟ أظن بأن روسيا أقرب إلى الموقف الإسرائيلي، يعني روسيا صديق لإسرائيل، وهي التي أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لقصف إيران في سوريا. هذا من جهة. من جهة أخرى أظن بأن يعني روسيا تلعب دور في هذا الملف، ولكن كما تفضل السيد سيدروف يعني لا يوجد دور كبير لروسيا. الولايات المتحدة تريد أن تجلس إلى طاولة المفاوضات مع إيران، ولكن بهذه الشروط الثلاثة. وأنا يعني أتوقع بأننا سنتحدث عن هذا الموضوع لأشهر كثيرة. والنتيجة ستكون أن بايدن لن يقبل بتهديد إسرائيل، لن يقبل بتهديد السعودية، لن يقبل بالوجود الإيراني أو بالصواريخ الإيرانية. إذن عادت هذا النظام في الحقيقة في إيران مفلس، وليس بيده أوراق يلعبها ضد الولايات المتحدة إلا تهديد العالم العربي والدول العربية. نعم دكتور حسن، أيضا المستشار الأمن القومي الأمريكي قال بأن بايدن عمليا يبحث مع رؤساء الدول الأوروبية الحلفاء عمليا هذا الملف، ولكن طهران لربما تتسرع، يعني في حال هي تريد العودة، لماذا تفقد طهران المسألة حتى قبل الخوض في تفاصيل الملف النووي وتطالب فقط بالعودة إلى الاتفاق الدولي 2231؟ يعني باعتقادي أنه إيران تريد الولايات المتحدة أن تعود إلى الاتفاق الذي وقعت عليه عام 2015. الدول الأوروبية أيضا كان موقفها واضح عندما خرج ترامب من هذا الاتفاق، وكانت تصريحات لماكرون ولميركل في هذا الشأن، وموقفهم الأوروبي كان واضح بالالتزام بهذا الاتفاق. ولو كانوا لا يريدون الالتزام لكانوا خرجوا كما خرج ترامب من هذا الاتفاق، واستمرت إيران في مفاعلها النووية. وأيضا أريد أن أذكر ما صرح فيه اليوم لافروف من دعمها إلى الموقع النووي بوشهار في إيران، ويعني الاستمرار في التصنيع النووي في إيران أيضا. وهذا يدل على الموقف الصارم والحاد والجاد من قبل روسيا أيضا في هذا الملف. ما البديل لهذه الدول؟ البديل لهذه الدول أنه إيران أصبحت اليوم نووية، أصبحت اليوم باليستية، أصبحت اليوم أقوى من أي زمن فات. اليوم أصبح لها يعني صواريخ باليستية، قوى عسكرية إقليميا قوية جدا. هناك ملفات خاضعة إلى
يعني تستمد قوتها ودعمها من إيران، وعدم التفاهم مع إيران هو عدم الاستقرار في المنطقة الفكرة. وبالتالي إيران وضعت شرطة العودة إلى الاتفاق، ومن ثم يتم الحديث على باقي الملفات الإقليمية. سيد يفغاني سيديروف، إذن بما يتعلق بما قاله دكتور حسن وبما قاله دكتور النصير، إذن إيران لديها أيضا برامج أخرى، الصواريخ الباليستية، عمليا تدخل في شؤون الدول العربية، بالإضافة إلى الاتفاق النووي، ما موقف موسكو من هذه البرامج الأخرى؟ أنا أعتقد بأن موقف موسكو هو مثل موقفها من الاتفاق النووي ومستقبله. روسيا من جهة أخرى مهتمة بالإبقاء على هذا الاتفاق، ولكن من جهة أخرى روسيا طبعا يجب أن تحذر إيران من خطورة اتخاذ أي خطوات أخرى إضافية لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، وبالتالي دور روسيا هنا واضح تماما. نعم، شكرا لك سيد يفغاني سيديروف محلل سياسي كنت معنا من موسكو. شكرا لك دكتور نصير العمري محلل سياسي أيضا كنت معنا من مدينة نيويورك، وشكر موصول لك دكتور حسن مرهش خبير في شؤون الشرق الأوسط. مشاهدينا الكرام، دقائق قصيرة ونعود لمناقشة الملف الثاني من هذا المساء، وهو ملف تونس والتعديل الوزاري. ابقوا معنا.